تعتبر كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في السلط من الكنائس العريقة في تلك المدينة، وقد تم اختيارها هذا الأسبوع لتكون ضمن سلسلة حلقات كنيستي، بعد أن أنهى راعيها الأب الإرشمندريت حكمة حد دين خدمته الكهنوتية فيها لبلوغه السن القانونية للتقاعد. نورسات زارت الكنيسة في وقت سابق وأعدت التقرير التالي. تؤكد السجلات الرسمية ودراسات الباحثين أن المسيحيين في مدينة السلط كانوا يشكلون بعددهم في مطلع القرن العشرين أكثر من 20% من إجمالي سكان المدينة، ولأجل ذلك انتشرت في السلط الواقعة غرب العاصمة عمان العديد من الكنائس القديمة والحديثة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإداد ونستمد منه الحياة. جولتنا هذا الأسبوع من سلسلة حلقات كنيستي كانت في السلط، وتحديداً في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك التي شيدت ببركة غبطة البطريرك كيريوس ديمتريوس الأول عام 1922. تتألف الكنيسة والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 1000 متر من طابقين، الطابق الأول كان يحوي على مدرسة للأطفال، والطابق الثاني الكنيسة وقاعة لخدمة الرعية. راعي الكنيسة الأب حكمة حدادين تحدث لنورسات عن رحلة قدوم الأب إلياس سيور إلى هذه المدينة، وقصة استجابته لدعوة عشائرها المسيحية في إنشاء كنيسة لرعايا الروم الكاثوليك لإقامة صلواتهم وقداديسهم فيها. بدأت إرسالية كنيسة الروم الكاثوليك من السلط، بدأت على زمن الأب إلياس سيور سنة 1906. جاء الأب إلياس سيور هنا طلبا واستجابة لطلبات العشائر الموجودة بالسلط، منها الدقم، الحواتمة، أبو خضر، الدبابنة، وسائر العشائر. جاء الأب سيور من القدس وجاء وحل ضيفا عند بعض العشائر. طبعا كان قدومه ليس في هذه الكنيسة بل بالعلالة فوق، وراح نشوف بعشائر دقومة وخصوصا أبو خضر كانت الأرض موجودة، و جاء على الطلب واجتمع مع عشائر السلط. ساعة إذن طلبوا منه أنه يأسس كنيسة الروم الكاثوليك هنا بالسلط. بدأ يأتي من وقت لوقت ويقدس للعشائر في بيوت شعر، وكان حقيقة الخوري أبو إلياس سيور هو من زحلة لبناني، ذو صوت جميل وغيور وله رسالة ممتازة. كما سرد الأب حكمة حدادين قصة شراء أرض كنيسة سيدة البشارة الواقعة في شارع الميدان وسط المدينة عام 1916، حين تنادت العشائر المسيحية في ذلك العام
لجمع التبرعات لبناء الكنيسة الأولى لرعايا الروم الكاثوليك في الأردن، وقد شارك في عملية البناء أهالي السلط من مسلمين ومسيحيين، واستمر العمل بإنشائها حتى عام 1932، حيث جرى احتفال ديني وشعبي كبيرين عند الافتتاح. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضحنا يسوع الرقيق. فعلا هذه الكنيسة اشتراها، أولا كانت أرض، كانت بيت على قنطرتين، اشتراها سنة 1916. بعدين طلب من المحسنين ومن أهالي البلد السلط أن يساعدوه لبناء هذه الكنيسة، وكان حقيقة المتبرعين كثر من أهل البلد ومن الخارج، فبدأوا في بناء زي ما حكيت لكم في البيت، في بناء بعدين الكنيسة. الكنيسة بنيت سنة 1932. أما المدارس تحت، أول طابق بني على زمن البيت 1916، وهي أول مدرسة للروم الكاثوليك هنا في السلط. وأشار راعي الكنيسة الأب حدادين إلى أن الرعية تأسست رسمياً في المدينة عام 1907 حسب مذكرات الأب سيور مؤسس كنيسة سيدة البشارة، لافتاً إلى أن رعية الكنيسة تتشكل من عدة عشائر مسيحية في المنطقة. نأتي إلى رعية الروم الكاثوليك بالسلط. الحلو فيها أن فيها عدة عشائر، منهم الدبابني، منهم أبو خضر، منهم شعبان، ومنهم حداد، ومنهم بعد ناس بن أبو فلسطينيين موجودين الآن. والحلو فيها الكنيسة منوعة. طبعا أخذت تنمو شوي شوي وعملوا مدرسة، والكنيسة الآن هذه فيها تعاقب عليها كهنة كثيرون. وختم الأب حدادين حديثه لنور سات معرفا بكافة الأيقونات التي تتزين بها جدران كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في السلط، فقال: أقدم الأيقونات وهي أيقونات مرسومة. هذه الأيقونات جلبها أبونا الياس سيور، جابها من القدس، وهو أيقونات مرسومة رسم وليس صور، وعليها الخشب قديم جدا على صور. بعدين عملنا لها شوية ترميم مشان نحافظ عليها. أنا عملت هنا الأيقونة أولا حياة يسوع المسيح، المراحل الكبيرة من البشارة للميلاد، بعدين عندنا العشاء الأخير، بعدين عندنا الصلب، القيامة، الصعود، والروح القدس. حلو الروح القدس. الأيقونات في أعلى الكنيسة بتبين القديسات والقديسون. حطيت 12 رسول، القديسة هيلانة وقسطنطين، والقديسة بربارة، والقديسة تقلة. تقريبا صارت كنيستي هنا تحتوي الإيقونات المهمة في حياة يسوع المسيح.
بك تجد نادت حياتنا وولدنا من جديد. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل